استعرض وزير البترول مع سفراء مصر الجدد الرؤية الجديدة للقطاع والفرص الاستثمارية الجاذبة في الأنشطة البترولية والتعدينية. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن قطاع البترول بعد نجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011 تم البدء في وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.